والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سوف نأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى مراجعة المعادن. سبق أن قدم الأستاذ طارق أو آسف الأستاذ بندر المعادن رقم 2 وأنا قدمت المعادن رقم 1. هذا الدرس مراجعة للمعادن رقم 1 والمعادن رقم 2. نبدأ الدرس. أهداف هذا الدرس: 1. تحدد الفرق بين المعدن والصخر. 2. تصف كيف تتشكل المعادن. 3. تصف الخصائص المستخدمة في تحديد المعادن. 4. تتعرف على المعادن الشائعة. هذه الأهداف التي بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف نحققها معا. مراجعة المعادن. المعادن عبارة عن مواد صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة. أحد يذكرنا ماذا أقصد بمواد صلبة غير عضوية؟ ماذا أقصد بغير عضوية هنا؟ أحد يعرف؟ غير عضوية يا شباب اللي هو ليست من إنتاج نبات أو حيوان. فالمعادن موجودة في الطبيعة ليس من إنتاج نبات أو حيوان. فمثلا لو قلت التفاح أو البرتقال أو الموز أو الورق إلى آخره، هذا من إنتاج نبات، زين، فلا أقول عنه أنها، فأستطيع أن أقول عنه أنها مواد عضوية. كذلك الحليب مثلا، تعرفون الحليب من إنتاج البقر أو الغنم إلى آخره، زين، فأقول عن الحليب أنه مادة عضوية لأنها من إنتاج كائن حي. ولكن المعادن مواد صلبة غير عضوية، يعني ليس من إنتاج حيوان أو نبات أو أي كائن حي آخر. طبعا عدد المعادن التي اكتشفت حتى الآن ما يقارب 4000 معدن، مثل الذهب والفضة والكوبلت والفلوريت والكبريت والجبس والملح والألماس والنحاس والهيماتيت والكالسيت والهاليت والملح الصخري إلى آخره. هناك أربعة آلاف نوع من المعادن، وهذه موجودة في الطبيعة، تعتبر مواد صلبة غير عضوية. الصخر يا شباب عبارة عن معدنين أو أكثر. الصخور التي نشاهدها مثلا على سطح الأرض عندما تذهب مثلا إلى البر أو أي منطقة حولك أو أرض في نفس الحي تلاحظ بعض الصخور، هذه الصخور عبارة عن معدنين أو أكثر. كيف تتشكل هذه الصخور أو كيف تتشكل المعادن؟ هناك عدة طرق لتشكل المعادن، يعني هناك عدة طرق لكي تتكون المعادن. كيف ظهرت المعادن في الطبيعة؟ هناك عدة طرق. من ضمن هذه الطرق: 1. التبريد البطيء للصهارة. أي صهارة يقصد بها؟ هو صهارة الصخور، صهارة الصخور. فالصخور التي توجد في باطن الأرض، تتعرض إلى ضغط عالي ودرجة حرارة عالية، مما يؤدي إلى صهر هذه الصخور، يعني تحولها من حالة صلبة إلى حالة سائلة، فتبدأ هذه الصهارة اللي هو مصهور الصخور أو الصخور السائلة، تبدأ ماذا؟ تسير عن طريق الشقوق، الشقوق في باطن الأرض. فإذا وصلت هذه الصخور إلى طبقات للطبقات العليا من سطح الأرض، يعني لم يصل إلى سطح الأرض ولكن الطبقات القريبة من سطح الأرض، فنقول عنها أنها ماجمة، فإذا بردت، فإذا
هذه الماسور الصخري صعد إلى أعلى فإنه يجد منطقة أبرد من المنطقة اللي موجود فيها، فيبدأ بالتبريد، يبدأ إيش بالتبريد، فيتحول إلى صخر، يرجع مرة ثانية إلى صخر صلب، إلى صخر صلب، وبالتالي تتشكل أنواع من المعادن. إذن الطريقة الأولى التبريد البطيء للصهارة، أقصد بالصهارة هنا صهارة مصهور الصخور. أما الطريقة الثانية فهي عن طريق التبريد السريع للابة. ما هي اللابة كما تشاهدون هنا؟ اللابة هنا هذه صورة اللابة، تلاحظون هذه اللابة، لأن هذه اللابة عبارة عن مصهور صخري، عبارة عن صخور تحولت إلى سائل وصعدت إلى سطح الأرض، وصعدت إلى سطح الأرض عن طريق الشقوق، وتصعد إلى أعلى عن طريق البراكين، فالمصهور الصخري الذي يخرج إلى سطح الأرض عن طريق البراكين يسمى اللابة، فيتعرض إلى تبريد سريع، بالتالي سوف يعود مرة أخرى المصهور هذا الصخري، سوف يعود مرة أخرى إلى حالة صلبة، وتتشكل المعادن. إذن هنا عبارة بتشكل المعادن طريقتان، التبريد البطيء للصهارة أو التبريد السريع للابة. هذه طريقة تشكل المعادن اللي هو الذهب والفضة والحديد والألماس والكابلت والهيماتيت والكبريت والملح الصخري إلى آخره. وهناك طرق أخرى، طريقة ثالثة، هو عن طريق تبخر مياه البحار. تلاحظون هنا تكون ملح، ملح. هذا الملح تكون نتيجة لتبخر مياه البحر. تعرفون مياه البحر غنية بالملح، وإذا تبخر الماء بقي الملح، والملح يعتبر من المعادن، فهذه أحد الطرق تشكل المعادن، وهناك طريقة رابعة عن طريق الترسيب، فالماء يمكنه حمل حمولة محددة من المواد الذائبة، وما يفيض منها يبدأ في الترسيب. مثلا كمثال لو كان عندي إناء، فيه ماء، لو يعني عندي ماء بهذه الكمية، لو وضعت كمية كبيرة جدا مثلا من الملح، هل راح يذوب جميع الملح ولا يبقى القليل منه لا يذوب؟ جبت كمية كبيرة جدا من الملح، هل يذوب جميعه في الماء، في كمية قليلة من الماء؟ سوف يبقى. وين راح يروح الملح المتبقي؟ وين راح يروح بالضبط؟ فوق ولا بالأسفل؟ تحت. أحسنت يا شهد. سوف يذهب جميع الملح المتبقي الذي لا يذوب، سوف يترسب في قاع الكوب، هنا نفس الشيء، الماء في البحار أو في البحيرات أو في الأودية إلى آخره يمكنه حمل حمولة محددة من المواد الذائبة فيه، وما يفيض عنه، يعني إذا لم الماء خلاص أصبح في حالة تشبع لا يستطيع أن يذوب كميات أخرى من المواد الذائبة، فإنه يبدأ في الترسب على شكل مادة صلبة، فهذه هذه المادة الصلبة راح تكون صخر أو معدن، فهذه هي الطريقة الرابعة. إذا أخذنا عدة طرق، واحد التبريد البطيء للصهارة أو التبريد السريع للمصهور الصخري، وكذلك عن طريق التبخر الماء كما في الصورة هنا، أو عن طريق الترسيب، أدلة تشكل المعدن، يعني كيف نعرف أن المعدن تشكل بالطرق الأربع
اللي ذكرتها قبل قليل. كيف نعرف أن هذا المعدن تشكل من عن طريق التبريد البطيء ولا التبريد السريع ولا عن طريق التبخر أو عن طريق الترسيب؟ كيف نعرف؟ نعرف بالطريقة التالية. لمعرفة كيف يتشكل معدن ما، هل هو عن طريق التبريد البطيء أو السريع للمصفور الصخري، يجب أن تلاحظ حجم البلورات وكيف تنتظم وكيف إيش تنتظم. ماذا أقصد بالبلورات؟ حجم البلورات شباب، المعدن من خصائص المعادن أن له شكل بلوري، شكل بلوري. يا سلام عليك يا شهد، زين. عن طريق حجم هذا الشكل البلوري وكيف تنتظم راح أعرف كيف تشكل المعدن من بأي طريقة. راح مثلا أوريك هنا، هذا معدن ذات شكل بلوري، فبلورات المعدن هذا كبيرة ومرتبطة معا بإحكام، يدل على تكون الصخر نتيجة عملية التبريد بطيء للصهارة. زين، إذا هذا المعدن بما أن بلوراته معدنية كبيرة مرتبطة معا بإحكام، دلنا على طريقة تشكل هذا المعدن، وهي كالتالي: طريقة تشكل هذا المعدن عن طريق التبريد البطيء للصهارة، وهذه الطريقة الأولى لتشكل المعادن اللي ذكرتها قبل قليل. إذا بشكل سريع، من يذكرنا بطرق تشكل المعادن؟ يكتبها عن طريق الشات مباشرة. أحسنت، عن طريق التبخر، تبريد سريع وتبريد بطيء والتبخر. صحيح يا شهد، صحيح يا قتيبة، صحيح، سلطان منديل أيضا صحيح، وعن طريق الترسيب، هذه الطرق الأربع لتشكل المعادن. طيب كيف أعرف أن معدن ما تشكل عن طريق التبريد البطيء أو التبريد السريع أو الترسيب أو التبخر؟ كيف أعرف؟ عن طريق ماذا؟ قبل قليل ذكرته، عن طريق ماذا؟ ليس عن طريق اللعبة. أحسن سلطان، عن طريق شكل أو حجم البلورات وكيف تنتظم وكيف. أحسنت يا عبد المجيد، حجم البلورات وكيف تنتظم سؤال هنا اللي عندي إجابة يرفع يده: المعدن أو المعادن مواد غير عضوية موجودة في الطبيعة. تفضل يا قتيبة، استخدام القلم، أجب أمامك 15 ثانية، استخدام القلم أجب على السؤال. يلا يا قتيبة، طيب عن طريق الشات يا قتيبة، مو واضح، هل الإجابة يا قتيبة واضحة عندكم بالسبورة؟ قتيبة يقول رقم 2. أحسنت يا قتيبة، إجابة صحيحة، يعطيك ألف عافية. ننتقل إلى سؤال آخر: تتشكل بعض المعادن بطريقة التبريد فراغ الصهير الصخري الموجود في باطن الأرض، هل بالسريع ولا البطيء ولا القوي؟ تفضل يا أحمد الرشيدي، استخدام القلم أجب، أمامك 15 ثانية. هل أجبت يا أخ أحمد؟ لأنه مو ظاهر عندي شيء. هل أجبت؟ مو واضح، هل عندكم
طيب اجب عن طريق الشات يا احمد، واحد ولا اثنين او ثلاثه؟ اثنين. احسنت، الاجابه صحيحه يا اخ احمد، شكرا لك على هذه الاجابه. عن طريق التبريد البطيء، عن طريق التبريد البطيء. خصائص المعادن، المعادن عده خصائص، فللمعادن شكل بلوري، وبعض المعادن لها خاصيه الانفصام وخاصيه المكسر، وبعض المعادن لها كل معدن له لون مميز يختص به، وبعض المعادن لها خاصيه المخدش وبعضها له لمعان، وكذلك تختلف المعادن باختلاف قساوتها، باختلاف قساوتها. راح ناخذ كل خاصيه على حده. الشكل البلوري، جميع المعادن تتركب من بلورات. ايش معناه ذلك؟ شباب لو اخذت اي معدن، لو اخذت اي معدن زين ورسمته بهذا الشكل، فان جزيئات او ذرات هذا المعدن مرتبه بانتظام، مرتبه بانتظام ذات تكرار زين، مرتبه بانتظام ومتكرره زين، لذلك نقول عنها انها ذات شكل بلوري، انها ذات شكل ايش؟ بلوري. هذا هذا الذي اقصده بالشكل ايش؟ البلوري. الشكل البلوري، الشكل البلوري او البلورات ذراتها مرتبه بشكل منتظم ومتكرر. تلاحظون هذا المعدن، لاحظوا توزيع الذرات في هذا المعدن. احنا نعرف ان المعدن عباره عن مواد، والمواد تتركب من ذرات، فذرات جميع المعادن مرتبه بانتظام، مرتبه بشكل منتظم ومتكرر. لذلك اقول عن المعدن انه ذات شكل بلوري، ولاحظوا توزيع الذرات في هذا المعدن. تفضل يا اخ قتيبه، سؤالك يا قتيبه. مو بظاهر عندي اي شيء يا قتيبه، مو بظاهر عندي اي كتابه، عندي السبوره ليس طيب. جرب اطلع وادخل مره ثانيه مثل ما قالت شهد، اطلع من البرنامج وادخل مره اخرى. طيب نكمل الدرس. خاصيه الانفصام والمكسر، خاصيه الانفصام والمكسر. يمكن التعرف على المعادن من الطريقه التي تنكسر بها، من الطريقة التي تنكسر بها. فإذا جيت كسرت معدن ما، تستطيع أن تعرف هل هو له خاصية الانفصام أو له خاصية المكسر. وراح أعطيك مثال هنا، زين تلاحظون هنا معدن مجموعة المايكا، عندما ينكسر أو ينفصل هذا المعدن يصبح بهذه الصورة، يصبح بهذه الصورة، عبارة عن قطع ذات سطوح ناعمة ومنتظمة وعاكسة للضوء، فيقال أن لها خاصية الانفصام، فيقال أن لها خاصية الانفصام. مرة ثانية، هذا المعدن معدن مجموعة المايكا، زين عندما ينكسر أو ينفصل يصبح بهذه الصورة، يصبح بهذه الصورة، عبارة عن قطع ذات سطوح ناعمة ومنتظمة وعاكسة للضوء، فيقال أن لها خاصية الانفصام، فيقال أن لها خاصية الانفصام. أما خاصية المكسر فهي عكس خاصية الانفصام، فالمكسر ليس مثل الانفصام ذات سطوح ناعمة ومنتظمة. يعني المعدن الذي له خاصية المكسر ليس مثل المعادن التي لها خاصية الانفصام، زين؟ فالمعادن التي لها خاصية المكسر كما يظهر عندك هنا نوع من أنواع المعادن اللي هو الكوارتز، زين؟ وهو يعتبر معدن له خاصية المكسر، زين؟ فنلاحظ أنه له خاصية، أو المعادن التي لها خاصية المكسر تنكسر وتتحول إلى قطع ذات سطوح خشنة وغير منتظمة. إذا عرفنا الفرق هنا ما بين المعادن التي لها خاصية الانفصام والمعادن التي لها خاصية المكسر.
فعندما تأتي ذي صخر وتكسره فإذا ظهر لك المعدن ذات شكل زين ذات قطع أو ذات سطوح ناعمة ومنتظمة وعاكسة للضوء فيقول أن المعدن له خاصية الانفصام. وإذا جبت معدن آخر وكسرته وظهر لك ظهر لك سطوحه خشنة وغير منتظمة مثل هذا الشكل فمباشرة تعرف أن المعدن له خاصية المكسر نأتي لخاصية الثالثة وهو اللون اللون. يمكن أن تعرف المعدن من لونه فمثلا يتميز الكبريت بلونه الأصفر اللامع وكذلك يتميز معدن البيريت بلونه الأصفر معليش يا شباب هذا معدن البيريت أو الكبريت زين هذا معدن البيريت تلاحظون لونه أصفر لامع مثل الذهب مثل إيش الذهب المنقبون عن الذهب عندما يحفرون أو ينقبون في الأرض فعندما يظهر لهم هذا المعدن فيتوقعون أنه ذهب وهو ليس بمعدن الذهب بل بمعدن البيريت لذلك يسمونه بذهب المغفلين بذهب إيش المغفلين. وأحيانا يكون هناك معادن مختلفة لها اللون نفسه وقد يظهر المعدن نفسه بألوان مختلفة كما في معدن الكالسيت وهناك عدة ألوان لهذا المعدن إذا عن طريق اللون يمكن لأن يا قتيبة المنقبين عن الذهب عندما يحفرون بالأرض فيرون هذا المعدن فيتوقعون أنه ذهب لأن لونه مثل لون الذهب ولكن عندما يفحصونه راح يجدونه أنه معدن البيريت زين بالتالي يسمى بذهب المغفلين. إذا عن طريق اللون يمكن معرفة نوع المعدن المخدش اللي هو الحكاكة زين والذي يسمى بالفتات الناعم الملون الذي ينتج عن حك المعدن بلوح الخدش تلاحظون هنا هذا المعدن عندما يتم عندما يقوم بحكه بهذه المادة هذه المادة تقريبا تشبه المادة التي تستخدم في الصنفرة تلاحظون إذا جاء أحد يصبغ بويا عندك بالبيت تلاحظون في البداية أول شيء يحك الجدار زين فالمادة هذه تستخدم في حك المعادن زين فالحكاكة الحكاكة هي الفتات الناعم الملون الذي ينتج عن حك المعدن بلوح خارج مثل هذا هذا يعتبر حكاكة زين فلون الحكاكة ليس بالضرورة هو لون المعدن تلاحظون هنا تقريبا بنفسج الحكاكة هذا المعدن وهذا المعدن تقريبا لونه أسود تلاحظون اختلاف ما بين حكاكة أو الفتات هذا المعدن وما بين لون فتات هذا المعدن وما بين لونه الأصلي زين فملاحظة لون الحكاكة ليس بالضرورة هو لون المعدن فالاعتماد على لون الحكاكة في تمييز المعدن أفضل من اعتماد على لون المعدن نفسه تفضل يا أخ عبد المجيد سؤالك يا عبد المجيد طيب كبرها عندك كبرها عن طريق التكبير
او اطلع من البرنامج وادخل مره ثانيه. من ضمن خصائص المعادن كما ذكرت لكم اللمعان. اللمعان تعرفنا على الحكاكة وبقي الجزء اللمعان. اللمعان يقصد باللمعان بوصف كيفية انعكاس الضوء عن سطح المعدن، فإذا كان المعدن يعكس الضوء بقوة أو بشدة عالية فنقول عن المعدن أنه شديد اللمعان، أنه شديد اللمعان، أو نقول أن له لمعان فلزي، أو نقول أن له لمعان فلزي. فالذهب والحديد والفضة والألمنيوم هذه جميعها فلزات، ومن خصائص الفلزات أنها تلمع. فجميع المعادن الفلزية لها لمعان يسمى لمعان فلزي، لها لمعان فلزي. فإذا كان السطح للمعدن يشع كالفلزات قيل أن له لمعانا فلزي. أما اللمعان غير الفلزي فيوصف اللمعان غير الفلزي بأنه يا لؤلؤي يا زجاجي يا باهت يا ترابي. هذه أنواع اللمعان الغير فلزي، يعتبر لمعان ليس مثل اللمعان الفلزي ذات لمعان قوي جدا مثل الذهب والفضة إلى آخره. ناتي للقساوة. الجدول التالي، الجدول الذي يظهر أمامك يبين قساوة بعض المعادن، وقد قام العالم موهس بتصنيف المعادن على حسب قساوتها، على حسب قساوتها. فمثلا الجبس قساوته 2، الكالسيت قساوته 3. عندي في الجدول هنا أيهما أقصى المعادن هنا من بين المعادن اللي أمامك، أيهما أقصى المعادن؟ أي المعادن التالية يعتبر ذو قساوة عالية؟ أحسنت، الألماس. فالألماس تلاحظ قساوته 10، بالتالي يعتبر من أقصى المعادن، من أقصى المعادن. يمكن معرفة قساوة أي معدن بخدشه بمعدن آخر. فمثلا لو خدش الجبس مثلا بمعدن الكوارتز، بمعدن الكوارتز، يوم راح يخدش الثاني، يوم راح يخدش الثاني، هل الجبس راح يخدش الكوارتز ولا الكوارتز راح يخدش الجبس؟ احسنت، الكوارتز سوف يخدش الجبس، الكوارتز راح يخدش الجبس، احسنت. فمثلا لو خدشنا الجبس بمعدن الكوارتز فسوف الكوارتز يخدش الجبس، بالتالي نستنتج ان الكوارتز اكثر قساوة من الجبس، اكثر قساوة من الجبس. المعادن الشائعة، تلاحظ هنا بعض المعادن اللي تظهر امامك وهي معادن شائعة، وهذه المعادن عادة تتكون من العناصر التالية: الاكسجين والسيليكون والالمنيوم والحديد والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. فأكثر المعادن تتكون من هذه العناصر، من هذه العناصر. الأحجار الكريمة، يقصد بالأحجار الكريمة كالتالي: معدن نادرا، زين يا شباب، قابل للقص والصقر، زين، مما يعطيه مظهرا جميلا مثاليا لصناعة الحلي. فأي معدن نادر قابل للقص والصقل مما يعطيه مظهرا جميلا مثاليا مظهرا مثاليا لصناعة الحلي يسمى حجر كريم. أي معدن قابل للقص والصقر مما يعطيه مظهرا جميلا مثاليا لصناعة الحلي يعتبر حجر
كريم، تعتبر حجر كريم. زين، مثل الألماس، تلاحظون هذا الألماس معدن نادر قابل للقص. لاحظوا كيف قام بقصه، لاحظوا كيف قام قصه وبصقله، مما أعطاه مظهرا جميلا، مما أعطاه مظهرا إيش؟ جميلا. كذلك تلاحظون هنا هذا عبارة عن بلورة الجارنت، بلورة الجارنت كما في الشكل، مغلفة بمعدن آخر لكنها ما زالت تشع لونا أحمرا غامقا. زين، وبعد قصه وصقله يصبح بهذا الشكل، يصبح بهذا الشكل. زين يا شباب، هذا بالنسبة بعض الأمثلة على الأحجار الكريمة. في عندك حجر العقيق، في عندك أحجار اللي تستخدم مثلا في الخاتم أو في السبحة. زين، هذه كلها أحجار كريمة، أنواع من الأحجار الكريمة، وعادة تكون ذات سعر، والزمرد أحسنت، عادة تكون ذات سعر غالي بسبب ندرتها، بسبب إيش؟ ندرتها. والياقوت كذلك ممتاز. الخامات، ماذا يقصد بالخامات؟ يسمى المعدن خاما إذا كان يحوي ما يكفي من مادة مفيدة يمكن بيعها وتحقيق أرباح فيها. إذا مرة ثانية، الخامات يسمى المعدن خاما إذا كان يحوي ما يكفي من مادة مفيدة يمكن بيعها وتحقيق أرباح فيها. فمثلا هذا الهيماتيت، هذا خام أو معدن الهيماتيت، يعتبر معدن الخام لأنه يحتوي على الحديد، ويعتبر الحديد مفيد في صناعة الفولاذ. إذا بما أنه يحتوي على مواد مفيدة مثل الحديد، فأستطيع أن أقول عن هذا المعدن أنه خام، أنه خام. كذلك القالينة، هذا معدن خام كذلك، يعتبر معدن خام لأنه يحتوي على الرصاص المستخدم في بطاريات الجافة، اللي هو نسميها الحجر، نسميه الحجر اللي تستخدم فيه مسجلات أو بعض الأجهزة الإلكترونية. معالجة الخامات، بعد استخراج الخام من باطن الأرض يجب معالجته للحصول على المعدن أو العنصر المطلوب، للحصول على النحاس. لاحظوا، للحصول على النحاس أول شيء نقوم بإيش؟ بصهر الخام. زين، ثم ينقى للتخلص من المعادن غير المرغوب فيها. زين، إذا هذا الخام يتم صهره للحصول على النحاس، وحنا نعرف أن النحاس تستخدم في صناعة أشياء كثيرة، من أهمها الألواح والتوصيلات الكهربائية في المنازل والسيارات والكثير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. سؤال هنا أبي إجابة عن طريق الشات مباشرة. يمكن التعرف على المعادن من الطريقة التي تنكسر بها، إجابة صحيحة أو خاطئة؟ سايبه يقول رقم 2، عبد المجيد وش الإجابة، وأحمد وش الإجابة، حمد الرشيدي يقول 2، عبد المجيد يقول 2. أحسنتم، إجاباتكم جميعها صحيحة. سؤال آخر، الحجر الكريم معدن غير قابل للقص والصقل، من يجاوب عن طريق الشات مباشرة؟ قتيبة يقول 1، عبد المجيد 1، سلطان منديل 1. نشوف، نتأكد من الإجابة. أحسنتم، إجاباتكم صحيحة، من الحجر الكريم معدن قابل للقص والصقر. سؤال، مما تتكون الصخور عادة؟ إجابة عن طريق الشات مباشرة. أي شباب، من معادن أو مواد عضوية أو قطع صغيرة. قتيبة يقول رقم 1، سلطان رقم 1، عبد المجيد السبيعي رقم 1، واحمد الرشيد رقم 1. احسنتم جميعا، اجابه
صحيحة. البوتات الناعم الملون الذي ينتج عن حك المعدن بلوح الخدش هو اللمعان ولا المكسر ولا المخدش؟ قتيبة 3، حمد الرشيد 3، عبد المجيد 3. نتأكد من إجابة. أحسنتم. السؤال اللي بعده: إذا كان المعدن يحوي ما يكفي من مادة مفيدة يمكن بيعها وتحقيق أرباح يسمى معدن شاع أو خام أو قساوة. عبد المجيد يقول رقم 2، قتيبة رقم 2، أحمد رقم 2. أحسنتم، إجابتكم صحيحة. انتهى الدرس، يعطيكم العافية على الحضور، ونراكم في درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونأسف أن أخذت الدرس بشكل سريع بضرب عندي. أشكركم على الحضور وفي أمان الله. مع السلامة.